السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة من قناة الأيام لآخر الأحداث الميدانية في لبنان وتداعيات الضربة الإيرانية المركزة والتي حققت أهدافها بكل دقة، وردود أفعال الكيان والموقف الكامل لأبناء المقاومة الإسلامية لحزب الله وعموم محور المقاومة. سيكون معي في الاستوديو من المفروض سيد محمد الكحلاوي، وأيضا معي من لبنان الأستاذ حسين سلامة الباحث في الشأن السياسي. أهلا بك سيد حسين، إذا كنت تسمعني. عندي صوت شوي أعلى. هل تسمعني أستاذ حسين؟ أسمعك بس بدي أعلي الصوت شوي. أرحب بك أجمل ترحيب وشكرا لانضمامك إلينا في هذه التغطية وهذه الساعة. مرحبا بك وبمحطتك العزيزة و فريق العمل وبضيفك الكريم. إذن سيد حسين، حالة من الذعر وكذلك الصدمة يعيشها الكيان بعد الضربة الإيرانية وهذا الرد المزلزل الذي جاء ناجحا جدا في جسد الكيان الغاصب، كيف تعلق؟ سؤال لي يعني يا أستاذ؟ نعم السؤال لك سيد الكريم. نعم، يعني لقد كان الرد ردا حاسما أدهش العالم، ليس أرعب وأذل الإسرائيليين فقط ولكن أدهش العالم بهذه القوة وبهذه القدرة وبتحقيق الأهداف التي أصابها في المراكز العسكرية، وهو لم يشأ الرد الإيراني لم يصمم أو يقرر على أن يمس المدنيين أو المناطق المأهولة، بل قصد القواعد العسكرية الإسرائيلية ودمر قاعدة مرابط F-35 طائرات الأمريكية المهداة إلى إسرائيل وقاعدة F-15، وكان الدمار هائلا. وذكرنا بما قاله الراحل الكبير سماحة السيد حسن نصر الله الشهيد العظيم عندما قال أن الرد لن تسمعوه ولكن سترونه، وهكذا حصل. هذا الرد رآه العالم وأثلج صدور الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين واليمنيين، وزاد من منعة وقوة محور المقاومة وتصميم فصائل هذا المحور التي يعني تعمل اليوم ضد الإرهاب الإسرائيلي بشكل منتظم وكأنه معزوفة موسيقية، يعني تتناسب الضربات مع بعضها وكأن هناك إدارة واحدة وهي حقيقية تدير هذه العمليات وتفصل تفصيلها. جاء الرد في مستوى ما توعدت به الجمهورية الإسلامية عندما تم اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران، وكانت عملية إرهابية على السيادة الإيرانية، ليس فقط على قتل واغتيال رمز فلسطيني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وهو في ضيافة إيران، وإنما كان اعتداء على السيادة الإيرانية، وهذا ما لم تقبله إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، وتوعدت بالرد. وأنا باعتقادي أن تأجيل الرد لمدة شهرين له سببان. السبب الأول
هو أن لبنان المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله، وأن إيران قائد فريق المقاومة في العالم الإسلامي والعربي، رأيا أن الدماء التي سالت في طهران وفي لبنان بعد استشهاد السيد محسن شكر، هذه قد تكون ثمن مجزي لوقف العدوان على غزة، كما كانت تقول أمريكا عبر وسطاء أو مباشرة أنه أجل نبلها الرد ونوقف العدوان. سنأتي إلى موضوعات كثيرة سيد حسين، لكن اسمح لي أن أنتقل إلى اسمح لي أستاذ حسين سنأتي إلى تفضل 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 أكمل الفكرة. رغم أن طهران تعرف أن أمريكا دولة كذب ونفاق، ولكن أريد أن تلقي الحجة. لذلك كان تقديري أن لا تعطى الحجة لأمريكا أنكم أنتم لم تنتظروا حتى نوقف العدوان على غزة. بهذا جاء الرد في الوقت المناسب بعد شهرين وبهذه الفعالية. إذن اسمح لي سيد حسين أنتقل إلى النجف الأشرف، إلى سماحة الشيخ محمد رضا الساعدي الأستاذ في الحوزة العلمية من النجف الأشرف. أهلا بك شيخ الكريم إذا كنت تسمعني. حياكم الله وضياكم السلام. الله يحفظكم شيخنا. شيخنا، كيف كانت ردود الأفعال على الرد الإيراني على المستوى الشعبي خصوصا في النجف الأشرف؟ نعم، حياكم الله وعظم الله أجوركم وشهادتي نصر الله، وإن شاء الله هي بداية النصر الأكبر والأعظم والدخول إلى فلسطين وتحريرها من براثن اليهود إن شاء الله. لا شك ولا شبهة أنه الدماء أو أن الثورة أو الثورات أو التغيير لا يبقى إلا بالدماء، وإن شاء الله دماء السيد حسن نصر الله هي مفتاح للفرج ولانتهاء المعاناة التي يعاني بها منها الشعب الفلسطيني والأمة العربية بصورة عامة واللغة الإسلامية، باعتبار أن هذه الكيان الغاصب هو كيان هو عبارة عن سرطان يأكل في قلب الأمة وفي وينفر في عظامها. طبعا ردود الأفعال كانت مستوى جدا عالي بالنسبة لي، يعني شهادة السيد وهي باب توحيد الأمة بصورة عامة. وجدنا هناك تفاعل كبير خصوصا من المرجعية الدينية التي أنزلت بيان بينت فيه الجوانب البطولية التي كان عليها السيد نصر الله، كذلك بينت فيها الجوانب العلمية والتخصصية التي كان يتميز بها السيد نصر الله، وكان بابا الانتصارات في فلسطين وباب الانتصارات في لبنان، وكذلك كان باب الانتصارات حتى في العراق عبان دخول التنظيم داعش الإرهابي الذي هو وجه آخر من اليهودية والصهيونية. أما بالنسبة للرد الإيراني فهو جاء مصداقا لقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، رد الحجر من حيث أتى فإن الشر لا يدفع إلا بالشر. لا شك ولا شبهة أنه كان الرد بالمستوى المطلوب، وإن كنا نطمح إلى رد أكبر إن شاء الله للمستقبل، باعتبار أن هذه الدماء الذاتية لا تعدلها أي لا يعدلها أي انتقام، وعندنا روايات كثيرة أن الواحد منا بمئة ألف منهم، باعتبار أن هذا مؤمن وذاك منافق أو كافر كما ورد في الروايات. فبالنتيجة ما جرى من رد هو كان بمستوى المسؤولية، وكان ردا راجعا لهذا العداء المتغطرس، وكما عبر الأمير كما بينا هذه الرواية أن هناك أو أن العدو المتغطرس لا يرد إلا بما يردعه عمليا، ولا يكفي الخطابات أو الشعارات أو الاستنكارات أو غيرها، وإنما لا بد من كسر هذه الشوكة وهذا الجبروت من خلال هذا الرد أو ما يماثله. طيب يعني من خلال مشاهدتك ومتابعتك لما يحصل في الميدان شيخنا، يعني كيف تقيم أداء أبناء المقاومة الإسلامية؟ نعم، بس السؤال ما سمعته. من خلال مشاهدتك نعم. للميدان وما يحصل فيه، كيف تقيم أداء أبناء المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان؟ لا شك أنه الآن الرد لم يأتي من الجمهورية فقط، وإنما جاء الرد اللي هو العمل الأكبر هو رد المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان، وكبدوا العدو خسائر واضحة وكبيرة، وإن كان الإعلام الصهيوني والإعلام العالمي يحاول أن يقسم هذه ويطمطم هذه الأمور التي تكون عندهم، ولكن المعلومات التي وصلت إلينا من الميدان أن هناك
ان الرد موجع وان هناك هلع عام وكبير في الجمهوريه حتى من بعض القيادات الكبيره في من الصهاينه. بالنتيجه هذا الرد جاء كخطوه اوليه وكخطوه اولى للمقاومه، وطبعا هناك تمايز بالرد عندما نرد في بالمستوى الذي نبتعد فيه عن قتل المدنيين وانما نرد على من اعتدى، اما هم باسلوبهم الهمجي واسلوبهم الذي لا دين فيه ولا قيم ولا انسانيه ولا اخلاق يتعمدون ضرب المدنيين والمنشآت المدنيه والمطارات المدنيه تديدنهم تديدن ابائهم وما كانوا يفعلون. فبالنتيجه هذا الفارق بيننا وبينهم، اننا لا نرد الا عندما يعتدى علينا، وعندما نرد على من قتلنا او من قتل ابنائنا بخلافهم يكون ردودهم ردود انفعاليه لا يفرقون فيها بين المدني وبين غير المدني، وهذه من اخلاقيات الحرب عندنا، لان لا نرد الا على المعتدين بخلافهم الذين لا اخلاقيات حرب عندهم ولا مروءه ولا يعني شيء من المهنيه او العسكريه. طيب بسؤال اخير لو سمحت سمحت الشيخ، يعني بعد بيان السيد السيستاني حفظه الله في دعم ابناء لبنان وعلى كل الأصعدة الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غير ذلك، كيف تتعاملون اليوم كرجال دين؟ على ماذا تحثون؟ بما تنصحون؟ نعم، لا شك أنه بيان السيد كان الحد الشاطر في هذه القضية، باعتباره أولا أعطى إذنا عاما بالحقوق الشرعية من حمص وزكاة وغيرها ورد المظالم، أعطى إذنا في صرفها على الأسرة اللبنانيين سواء كان مقاومة أو شعبا، وكذلك حث كل من لديه قدرة ومالية أو اقتصادية أو لوجستية أو قدرة لدفع العدو ولو بجانب الضغط الإعلامي أو الضغط العسكري أو الضغط اللوجستي في سبيل إنهاء المعاناة. ولكن ركز سماحة السيد حفظه الله على قضية الدعم الإنساني، ولذلك بادرت العتبات المقدسة كالعتبة الحسينية والعتبة العباسية والعتبة العلوية وباقي العتبات، كذلك بادرت المواكب الحسينية إلى جمع التبرعات وتقديمها للأخوة اللبنانيين بصورة مباشرة، وكذلك الحكومة العراقية أيضا بادرت من خلال فتح مراكز عديدة بالإضافة إلى الأخوة في مجالس المحافظات في بعض مجالس المحافظات، ونطمح أن يكون القضية أكبر، أن تكون هناك مبادرات شعبية أيضا باعتبار المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإذا أصاب الإنسان شيء في لبنان يجب أن باقي أعضاء الجسم الإسلامي يسور لهذا الأول الذي تعرض إلى خطورة مادية أو خطورة معنوية، وهذا طبعا ديدن العراقيين، والعراقيون معروفون بهذا الأمر، وكله تربية الإمام الحسين صلوات الله عليه، تربوا في المجالس الحسينية وفي زيارة الأربعين، ربتهم بأن يبذلوا كل غالي في سبيل ذلك، بل قد تطور الامر الى تطور الامر الاسرائيل الى ما هو ابعد من ذلك، تطور الامر الى ان نضحي بدمائنا ونضحي بانفسنا ونضحي بالغالي والنفيس في سبيل ان نكون امه عزيزه كما اراده الله سبحانه وتعالى، فلله العزه ولرسوله وللمؤمنين، وان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. طيب انا اشكرك جدا سيد شيخ محمد رضا الساعدي، كان معنا من النجف الاشرف، أستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا لانضمامك إلي. أيضا بالعودة إليك أستاذ حسين، إذا كنت تسمعني سيد حسين. سيد حسين، وددت أن أسألك بخصوص ما بعد الرد الإيراني، كانت هنالك يعني مواقف غريبة متناقضة، خرج لنا بايدن وقال إنها ضربة فاشلة كما أبلغوني، لماذا هذا يعني محاولة التقليل وتهميش هذه الضربة والتقليل من أهميتها، وأيضا لماذا يعمد الإعلام الغربي على تقليل من أهمية هذه الضربة التي حققت وحققت الكثير؟ هناك من تسخيف الضربة بالضبط. لو كان رئيس لأمريكا غير بايدن ما كان بيحكي هذا الكلام. هذا كلام رجل خرف لا يقيم وزنا لمقام رئاسة أمريكا. هذا يتحدث عن حدث شافه، نظر إليه العالم بأجمع وشاف آثاره وشاف آثار التدمير، يعني في فيديوهات كثيرة وهائلة
عن هذا الرد كما حصل. لو كان رئيسا يحترم دولته، يحترم بلاده ويحترم نفسه ويحترم مقام رئاسة أمريكا، لا يتلفظ بهذا الكلام ويريد أو يحاول تسخيف النتائج التي وصل إليها الرد الإيراني في إسرائيل. هذا لا يحمي إسرائيل ولا يغير من الواقع شيئا. كلام يذل صاحبه ولا يذل المقصود أن يذله. لذلك أنا بعتقد أنه الإدارة الأمريكية اليوم مشلولة، حكت مثل هذا الكلام أم صمتت فلا معنى لها، هي مشلولة. وأمامها حوالي شهر لتبدأ الانتخابات الأمريكية، ويعني يجري انتخاب رئيس جديد. لذلك إسرائيل، نتنياهو إسرائيل هذا العفن الإرهابي، هو يراهن على الانتخابات، ويعني حذف من ذهني شيء اسمه إدارة بايدن بأمريكا، لا يرد عليها. وبايدن أيضا لا يملك القوة التي تكون بيد الرئيس الأمريكي ليفرض على نتنياهو، لأنه مشلول وانتهت ولايته. فلذلك استمر نتنياهو بالأعمال الإرهابية وقتل المدنيين في غزة، ثم انتقل إلى قتل المدنيين في لبنان وتدمير البناء ومؤسسات استهلاكية، يعني مؤسسات تموين، ضرب مؤسسات تموين، يريد تجويع، يعني يريد أن يجوع الناس في لبنان كما جوع الغزيين الأبطال الصامدين. على كل حال، لكل شيء نهاية، ستنتهي هذه الإدارة وتذهب إلى مزبلة التاريخ إدارة أمريكا، وسيكون لنا رأي عندما تأتي إدارة جديدة على هذه الدولة، لنرى كيف ستستطيع إذا بقيت أمريكا متماسكة ولم تنقسم على نفسها، فنرى إذا كانت ستستطيع أن تقود العالم إلى أفضل مما فعلته الإدارات السابقة. طيب، إذا ما تحدثنا عن لغة جسده أستاذ حسين، يعني خرج نتنياهو إلى العلن ممسكا بورقة يقرأ منها مفردات يحاول أن يقنع بها مريديه، ويداه ترتجفان ووضعه مرتبك، كيف قرأت لغة جسده؟ هذا كان مرعوب، يعني جاء إلى الاجتماع وما زال مرعوبا من القصف الذي طال إسرائيل، يعني هذا خوف، وكانت ترجف يداه في الورقة، ليس مرتبكا ولكنه خائفا مرعوبا غير قادر على السيطرة على أعصابه. واحد، أولا مرعوب، اثنين يوزع أكاذيب في هذه الورقة، يتلو منها أكاذيب لا حقيقة لها في الواقع. لذلك يعني ليس هناك في العالم من يستطيع أن يقلب الحقائق عبر الكذب كما تفعل إسرائيل اليوم طبعا، وهي لا تقنع أحدا بعكس الحقائق، لأن الناس عم تشوف الحقائق بعينها وعم تسمعها من المصادر الصحيحة. يعني إسرائيل بما يتعلق بالصراع مع لبنان الآن ومع غزة سابقا، إسرائيل لا تقول الحقائق، والعالم خرج ضد إسرائيل حتى في الجامعات الأمريكية وفي المدن الأمريكية وفي ألمانيا وفي إنجلترا وفي فرنسا، رغم قرارات وقوانين منع التظاهر من أجل فلسطين، خرجت العالم ضد إسرائيل وتناصر فلسطين وتطلب تحرير فلسطين رغم كل ذلك، لأنها أدركت أن ما تقوله إسرائيل هو مجرد أكاذيب. يعني لم تعد تنطلي الأكاذيب الإسرائيلية على العالم اليوم. لذلك انقلب العالم بأسره من مؤيد لإسرائيل ومساند وداعم إلى ناقم على إسرائيل، منتقد، يعني
بأسوأ وبأقدع العبارات تم التحدث عن إسرائيل صار. سنأتي إلى موقف الدول الأوروبية وأيضا الدول الداعمة للكيان وأيضا موقف الدول العربية مع الأسف، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستوديو. أرحب بك أجمل ترحيب أستاذ محمد الكحلاوي، الباحث في الدكتور محمد الكحلاوي الباحث في الشأن السياسي. كل الترحيب بك دكتور. يعني إذا هذا الرد جاء مزلزلا قويا مدويا، أدى النتائج المطلوبة، أوصل الرسالة بشكل واضح. صبرت إيران كثيرا، تحملت كثيرا. هل هذا الرد جاء نتيجة، هو جواب لاغتيال السيد سماحة السيد رحمة الله عليه حسن نصر الله وكذلك إسماعيل هنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولمشاهدي قناة الأيام الموقرة. سيد العزيز، نحن نعلم أن الضربة الموجعة التي وجهت إلى إيران في قتل أو يعني اغتيال السيد هنية كانت هذه إحدى الحالات التي جعلت من الجمهورية الإسلامية أن تتخذ يعني حالة تأهب، وهذه حالة التأهب هي تعلم جيدا أن هناك من يعبث بأمن إيران ومن يريد أن يدخل إيران في معمعة بعيدة عنها، ولكن هذه الظروف فرضت عليها أن تدخل تلك المعركة، لأنه السيد هنية كان ضيف وهم توعدوا بعد اغتياله أن يردوا والرد يكون مجلجلا، ولكن هناك بعض التهدئة. أنت تعلم أن الجمهورية الإسلامية لها مرشد أعلى ولها رئيس ولها وزراء ولديها مؤسسات، ولذلك لم تتخذ الإجراء بعصبية، وإنما هناك عملية طبخ لأي حالة أنه يعلموا أو يدرسوها دراسة كاملة أنه هل من الممكن أن تكون مؤثرة على الدولة أو مؤثر على الجانب الآخر. لذلك بقوا ينتظرون الفرصة المؤاتية بحيث أنه يكون عذرهم معهم أن لهم الحق في الرد، وهذا ما قالوه لرئيس الأمم المتحدة أنهم لهم الحق في الرد، وهذا الاعتبارات كثيرة لأنه يعني تعدي على السيادة وضرب ضيف وكثير من الأمور. لكن الضربة الأخرى أنهم كانوا يقولوا إذا تعدت إسرائيل على لبنان سوف يكون ردنا قاسي. إذن المسألة هي ليست محددة لا بالسيد حسن نصر الله رحمه الله ولا بالسيد هنية رحمه الله. إذن هي المسألة أنه هي مسألة تحدي. هناك من تحدى أن إيران تخلت عن لبنان ولن تضرب إسرائيل ولن تكون بجانب إسرائيل ولم تساعد بجانب لبنان ولم تساعد لبنان. إذن هذه الضربة الموجعة التي هي قصمت ظهر المقاومة الإسلامية بكل طوائفها، يعني استشهاد السيد حسن نصر الله رجل المقاومة كانت ضربة موجعة وقاسية ومؤذية، وهو كان حليف كبير للجمهورية الإسلامية، وكان الدعم للجمهورية الإسلامية أنها دائما تقول نحن ندعم حزب الله. إذن كان الرد لحالتين، الحالة الأولى اللي هي كان أنه لديهم طلب يطلبون إسرائيل بثأر، والثانية أنهم تعدوا على صديق يعني دائما لهم معه اتفاقات استراتيجية ودائما يتداولون في الأمن في الشأن الأمني في المنطقة. إذن كانت الضربة هي ليس لحالة واحدة، عدة حالات، وهذه الحالات هي التي جعلت من الجمهورية الإسلامية أن ترد. ومن الممكن أن يكون الرد أقسى في حال إذا تعرضت إسرائيل للجمهورية الإسلامية مرة ثانية، لأنه هم توعدوا. وقبل قليل تحدثت مع ضيفك عن شخصية نتنياهو كيف كان الموقف الذي كان فيه. هذه يعني تستطيع أن تدرسها في علم النفس، أنه كل شخص مهزوم مهزوز يشعر بأنه ضعيف وغير قادر، وأنت تعلم لغة الجبناء هي الاغتيال والغدر، وهذا هو ما يفعله. عندما جاء الرد إذن هنا الجبان يشعر أنه وصل إلى حالة من الانفجار، من الإعياء، من حالة اللا سيطرة، وهذه كلها تؤدي إلى التعدي على الآخر بطريقة عشوائية وغير مدروسة. يعني تخيل نتنياهو يتحدث بهذه الطريقة المهزومة وأمريكا بظهره تقف، فكيف لو كانت أمريكا غير موجودة ولا تدعمه؟ إذن هو
كيان ضعيف جدا، اكيد واهم، وكيان مهزوم، وكيان يعتاد على الأزمات وعلى الاختيارات كما تفضلت. الآن هل على الجمهورية الإسلامية الاستمرار في تهديد الكيان ويعني تذكيره بحجمه الحقيقي؟ أكيد طبعا، هذه مسألة منتهين منها. هي قالت، قال المرشد الأعلى حفظه الله، قال نحن لن نتخلى عن مواقفنا ولن نتخلى عن لبنان، وفي حال إذا كانت إسرائيل تريد الاعتداء علينا سيكون ردنا قاسي. ما معناه أنه هذه الضربة هي يعني نقول هي دفعة أولى، وهذه الدفعة الأولى لم تكن موجعة بقدر ما أنه المرة الثانية سوف يكون الرد قاسي أكثر. إذن لن تتوقف ولن تحيد ولن تبتعد عن إسنادها للمقاومة، وكلنا نعلم أن إيران عندما تقول تفعل، وهذه مسألة بديهية، لأنه هناك من يهددها. هي ليس فقط مع إسرائيل، لكن هي أنت تعلم أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وحتى كندا دخلت على الخط، أنهم كلهم يتوعدوا الجمهورية الإسلامية ويتوعدوا المقاومة ويساندوا إسرائيل بكل ما يستطيعون. وحاليا الطائرات والبوارج وغيرها تصعد وتنزل وتأتي بالأسلحة والاعتداء إلى إسرائيل، والدعم مستمر. لكن عندما تكون الجمهورية الإسلامية تدعم حزب الله وتدعم المقاومة في العراق، تدعم في سوريا، يكون هذا لا يجوز، لأنه هذا تعدي على الأمن الوطني، على الأمن العالمي، ويؤدي إلى حروب وستكون حرب عالمية كذا. أنت لماذا لا تمنع دعم أمريكا والجانب الغربي لإسرائيل لكي يوقف عن تماديه، عن تعديه، عن جهيته هذه الوحشية التي يضرب بالمدنيين ويضرب بكل مكان وبدون تحديد؟ لذلك نجد أن الجمهورية الإسلامية هي لديها رباط الجيش وتنتظر الفرصة المؤاتية، ولا يعني تتعدى على الآخرين ولا تنفعل ولا تطلع عن الطريق عن طريق الحق. لذلك هي متمسكة بطريق الحق لأنهم هم على حق. إذا أفهم من كلامك إيران تتدخل إذا ما تعرض محور المقاومة خصوصا في حزب الله إلى لربما الخطوط الحمراء التي قد تؤشر، ويعني يكون في موقف لربما لا سمح الله في موقف لا يحسد عليه، وبالتالي ستتدخل إيران أسوة بأمريكا التي تدعم وتعلن علنا بأننا سنقف، وأرسلت الطائرات وكذلك ترسل بضعة آلاف من الجنود، فمن حق إيران أن تقف. نعم، هذا من حقها، لأنه هناك اتفاق فيما بين المقاومة الإسلامية وبين الجمهورية الإسلامية بأن تدعمهم وتقدم لهم الدعم في حال إذا أي تعرض أي فصيل من الفصائل إلى تعرض من قبل إسرائيل أو من قبل أمريكا. ولذلك نجد أن أمريكا تجاهر بالقول وتقول نحن ندعم إسرائيل، وإن لم تكن هناك إسرائيل نجعل هناك إسرائيل. إذن هم يساعدوا في أن تكون إسرائيل هي المتسيطرة وهي المتسيدة. إذن كشفت الأوراق، كل أصبحت على المكشوف، المسألة أصبحت طبيعية، وفشلت مسألة تبادل الأدوار، وهذه لم يكن هناك، انتهت يعني بالتصريحات. أمريكا تقول أنه نريد تخفيض التوتر في الشرق الأوسط، الكيان يضرب بعنف في مناطق معينة من جنوب لبنان إلى غير ذلك. الدبلوماسي سيدي العزيز، الدبلوماسية يعني تفرض هذه الحالة، لكن الواقع هو أنهم يريدوا أن يسيطروا على الشرق الأوسط وتكون كل ثرواته وكل ناس تحت أيديهم. لذلك نجد أنهم بنوا المدن وساعدوا الإمارات وساعدوا في سيناء وهذه المنطقة في السعودية لكي أنه يغيروا أفكار الناس، يبعدوهم عن دينهم، عن معتقداتهم، عن واقعهم، عن كل شيء، لكي يقعوا في الخطيئة ويكونوا هم موالين لأمريكا وأعوان أمريكا. هذا هو لهم. اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ حسين. أستاذ حسين، إذا كنت تسمعني عودة مرة أخرى لك سيدي الكريم، تسمعني أستاذ حسين؟ نعم نعم. كانت هنالك اليوم غارات متكررة عنيفة في الضاحية وكذلك في جنوب لبنان، يعني كيف تقيم هذه الغارات ولماذا كانت عنيفة بهذا الشكل؟ يعني عمت الغارات كل معظم البلدات في الجنوب وفي الضاحية وفي البقاع، وآخر الغارات القوية كانت في جرود الهرمل. إسرائيل مجروحة اليوم، خاضت معركتين مع حزب الله، الأولى صباحا في بلدة العديسة حيث سقط لها 5 قتلى أو 6 قتلى وأكثر من 20 جريحا،
نقلوا بالطوافات ونقلوا بالإسعافات حسب درجة الجرحى الجروح إلى المشافي في داخل فلسطين المحتلة. وبعد الظهر أو عند الظهر خاضت معركة أخرى في بلدة مارون الراس، حيث حاول الإسرائيلي التقدم إلى مارون الراس ودخل منزلا ووجد نفسه في كمين وسقط له أكثر من 8 قتلى على ما أعتقد، وفي 30-35 جريح لأنهم وقعوا في كمين أعده حزب الله وساعد عليه ربنا رب العالمين الله سبحانه وتعالى الذي يهيئ الأسباب ويعطل العقول إذا شاء إذا أراد شيئا. إسرائيل اليوم أكلت يعني منيت بضربتين قويتين في الجنوب، فتحاول وهي لم تهدأ يعني في الجو، لكن اليوم زادت العمليات الإغارات الجوية بشكل كبير لأن لتعويض هذه الضربة أمام المجتمع الإسرائيلي. ويعني ما ينقصنا هو أن نعرف نتائج الضربات التي توجه إلى إسرائيل. هم يطبقون كتمان تام على ما يجري، والرقابة العسكرية تفرض على وسائل الإعلام والمدونين أن يلتزموا بعدم نشر أي شيء، ونحن نعرف بعض التفاصيل ليس كل التفاصيل عبر إخواننا في فلسطين، سواء في شمال فلسطين من فلسطينية 48 أو في الضفة الغربية أو في غزة. هم يعني عيوننا في تلك الدولة المارقة، الكيان المارق. لذلك نحن اليوم يعني تعددت الغارات وسقط عندنا شهداء وجرحى، وهذا ديدن إسرائيل أن تقتل المدنيين. نحن نحاربها على الجبهة ونقاتل جيشها وهي ترد علينا من الجو عبر الذخائر الأمريكية الفتاكة على المدنيين وعلى الأبنية وعلى الطرقات، تقطع الطرقات، تضرب أماكن حيوية، أماكن مياه. يعني هذا ديدن إسرائيل، هذا هو الإرهاب بعينه. طيب سيد حسين، سيد حسين عذر المقاطعة، يعني هل صحيح أن هنالك 70,000 جندي موجود في جنوب لبنان وألف دبابة الهدف منها هو إرجاع حزب الله إلى ما وراء الليطاني، بالإضافة إلى طبعا الاشتباكات كانت مستمرة كما تفضلت، والمناطق التي حدث فيها هذه الاشتباكات هو بلدة مارون الراس والعديسة إلى غير ذلك. الإصابات كانت دقيقة لأبناء المقاومة، حقق انتصارات كثيرة، أرجع ضباطا وجنود للعدو قتلى. الآن ما الذي يعول عليه حزب الله؟ حزب الله يعول على 3 أمور. أولا التزام القيم التي زرعها فيهم سماحة السيد حسن نصر الله، والنصائح الثمينة التي تلقوها من سماحة الإمام السيد علي الخامنئي مرشد الثورة الإسلامية، ومن فتاوى المرجعية المقدسة في النجف الشريف. المقاومة في لبنان تستند إلى أبطال تدربوا وأعدوا لهذه المهمة إعدادا جيدا، أبطال يزرعون أقدامهم بالأرض وما زالوا يذكرون ما طلب منهم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله في عام 2006، أن أعيروا جماجمكم إلى الله. يعيرون جماجمهم إلى الله وهم يتكلون على الله أولا وأخيرا، ويصمدون في وجه إسرائيل، واليهود يكيدون ونحن نكيد، والله خير الكائدين. سيد كحلاوي، يعني بالنسبة للقناة العدو 13 تقول
رصد إطلاق أكثر من 110 صاروخ من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة واندلاع حرائق متفرقة، ما مدى مصداقية هذه القنوات في نقل الحقيقة الكاملة؟ يعني هذا أعتقد على الأقل ما عذرا سيد حسين، السؤال للسيد الكحلاوي. أنا أعتقد أنه الضربات التي قامت بها المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله بالتحديد هي هذه أكدت أنه يجب على إسرائيل أن تكون واضحة وصريحة في هذا الإجراء، لأنه ولكن هي لا تعطي مدى الأضرار التي حدثت من هذه الصواريخ. دائما يعتمون على أن لا يكون هناك الإعلام يفضح ما تفعله تلك الصواريخ، ونحن نعلم أين تذهب تلك الصواريخ، هل هي تذهب هم هناك كلمة عبارة جميلة جدا، هل هم يرمون ملبس عليهم يعني شكليات قولتهن؟ ما معقولة هذه صواريخ تذهب إلى أماكنها الحقيقية وتضرب في عمق إسرائيل وتضرب في المناطق المحددة. ومسألة طبيعية جدا أنه عندما كان حزب الله يبعث بالهدهد الذي ذهب وحدد الأماكن والمناطق التي من الممكن أن تكون أهداف للضربات الموجعة، وهذا هو دليل واضح على أن إسرائيل مكشوفة، أن القبة الحديدية التي هي أصبحت كذبة وهذه لا تجدي نفعا، لأنه هناك الصواريخ التي أتت وخاصة التي أتت من الجمهورية الإسلامية بحدود 90% ضربت أهدافها مباشرة، وهذا دليل على أنه لم يكن هناك مقاومة، وعليهم أن يكونوا صريحين ويعلموا العالم يعني الرأي العالمي والرأي الوطني. السؤال هنا، لماذا لا يمتلكون الشجاعة في نقل الحقيقة ويصارحون شعبهم؟ ألا يلتف شعبهم حول حكومة نتنياهو؟ هذه المسألة أنا راح أتحدث بها عن عامل نفسي. هناك مسألة جدا مهمة، هم ليسوا دولة، هم مجموعة أفراد متفرقة جاءت من أقصى العالم واجتمعوا في هذا المكان، وولاءهم ليس للوطن وإنما الولاء للمصالح الشخصية، جاءوا يبنون مستقبلهم الجديد في هذه الأرض التي تعتبر هي أرض بكر لم تستثمر، وجاءوا لهذا المكان ليسوا ليدافعوا عن إسرائيل، جاءوا أنه هذا المكان آمن، وكان الإعلام يغرر بالناس يغرر باليهود أنه سوف تأخذون أراضي وتأخذون عمل وهناك رواتب وكذا، وكل هذا جاء من أجل ذلك جاء الناس. ذلك هم عندما يتحدثون عن الحقائق ويقولون أصبح لدينا كذا وضربنا في كذا وكانت المؤثرات كذا، هذا كله سوف يؤثر على الرأي يعني الوطني، الرأي المواطن الإسرائيلي أو اليهودي. لذلك ما لا يريدوا أن يعلنوا الحقائق لكي لا يعرف المواطن أنه ماذا سيحدث أو ماذا يحدث، وعليه لكي لا يرجع إلى البلد الذي يحمل الجواز السابق له، وهذا سوف يفرغ إسرائيل. إذن عليهم أن يعتموا، والإعلام هو أنت تعلم الإعلام هو يعتبر السلطة الرابعة وهو المحارب، لأنه بالإعلام ممكن أن احتله العراق بالإعلام أنت تعلم. إذن الإعلام هو مؤثر وفعال جدا، لذلك يعتموا على الحال لكي المواطن يبقى راضيا عليهم ويشعر أنهم يدافعوا عنه ويدافعوا عن مصالحه، والدولة قائمة وما زالت ولم يكن هناك أي تأثير خارجي على يعني المصانع المعامل عليهم على أرواحهم. وهذا هو الذي يفرض. أيضا هناك مسألة جدا مهمة، أن إسرائيل كانت تدعي أنها أقوى يعني قوة موجودة في المنطقة وتملك من الأسلحة والترسانة العسكرية الكبيرة، وكانت حتى الدبابة التي كانت تتبجح بها هذه الدبابة أصبحت لا شيء أمام المقاومة الإسلامية، وأنت تعلم والقبة الحديدية التي أصبحت ليس لها وجود انتهت. إذن هم كانوا يعيشون نستطيع أن نقول يعني بيت العنكبوت، هذا بيت العنكبوت الواهن الذي من الممكن أنه يتضرر بالهواء البسيط. ولذلك نجد أن المقاومة عندما ضربتهم وأقامت الضربة، أنت تعلم أنه في غزة كيف فعلوا، وهو فصيل بسيط من الممكن أن تقضي عليه أي قطعة عسكرية، لكن قد استطاعوا أن يوقفوهم ويؤذوهم، وهذه الدبابات ليس لها قيمة. عندما تتقدم كانت هناك مقاومة جدا قوية من قبل الفصيل حماس،
وهذا دليل واضح على أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يقضوا على المقاومة، لأن المقاومة باقية ومستمرة. وهناك حالة، يعني أنت تعلم المسألة جدا مهمة، هو هذا الولاء، حالة الولاء. الذي يقاتل يشعر بولائه إلى وطنه، يشعر بولائه إلى دينه، وهذه العقيدة المترسخة في أرواحهم أنهم سوف يستشهدوا ويبحث عن الشهادة. الشخص المقابل لا يريد الحياة، لا يريد أن يقتل. لذلك تجد أن إسرائيل تحاول أن تعتم على كل ما يدور، كل مجريات الأمور. وفضحتهم الفضائيات هذه الفترة عندما ضربوا من الجمهورية الإسلامية، وكانت الضربة موجعة ومؤذية، وسوف تكون آثارها تأخذ مدى كبير وبعيد المدى. طيب دكتور، بالنسبة للضربات التي يتلقاها حزب الله، ضربات عنيفة خاصة في اليومين الماضيين، ولكنه ما زال يرسل الصواريخ إلى تل أبيب وإلى مناطق كثيرة داخل الأرض المحتلة. نعم، أنت تعلم أن هناك استخدموا في البدء فادي واحد وفادي اثنين، بعدها فادي ثلاثة، الآن استخدموا فادي أربعة الذي هو يعتبر، ولا نقول آخر فادي، ممكن أن يكون هناك فادي خمسة ستة سبعة. إذن هذا الصاروخ الذي يضرب بدقة ويصل إلى هدفه مباشرة وبأسرع وقت ممكن. يعني هناك عندما جاءت الصواريخ من الجمهورية الإسلامية كان الوقت 15 دقيقة، كيف إذا كانت المسافة قريبة؟ أنت تعلم أن إسرائيل كم تبعد، أو تل أبيب كم يبعد عن حزب الله وعن الحدود اللبنانية؟ يعني إذا تحسبها 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو، هذه مسافة قصيرة جدا، وهذه الصواريخ تصل إلى مدايات أبعد، من الممكن أن تضرب حتى في الجنوب، جنوب إسرائيل. لذلك هذه الضربات ستبقى مستمرة ما دام هناك تعدي من الجانب الإسرائيلي، ويبقى الدعم، وكل المقاومة الموجودة في المنطقة سوف تكون ساندة ومساعدة لحماس ولحزب الله. وهناك من يدفع من اليمن، وما أدراك ما اليمن، كيف فعلوا الأفاعيل بالبوارج الأمريكية، وسحبوا واحدة وضربوا اثنان، وحاليا أيضا ضربوا واحدة بريطانية متوجهة إلى إسرائيل. إذن المقاومة ما شاء الله قوية ومستمرة، وهناك روح ومعنوية عالية جدا، ولم تستخدم كل الأسلحة، هناك أسلحة ما زالت مخفية ولم يعلنوا عنها. طيب سيد حسين، إذا كنت تسمعني، حزب الله يقول إن ما جرى في مسكاف هو البداية، ما هي تداعيات هذا المشهد من الداخل الإسرائيلي؟ يعني نحن من أول ما أعلنت إسرائيل أنها ستجتاح برا، قلنا نحن ننتظركم، ونحن ننتظر هذه الساعة لنقول للإسرائيليين الصهاينة أن جيشكم سيتبدد، دباباتكم ستحترق أمام عدسات الكاميرا. هذا ما قاله سماحة السيد حسن نصر الله، ونحن ننتظر ذلك لأننا نثق بأنه كان يرى ما سيأتي اليوم في الجنوب. المقاومة عدت العدة، والإسرائيليون الصهاينة يعني لن يجرؤوا حتى الآن، لأنهم قبل يومين قالوا خلال ساعات الليل سيدخل الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان ليجتاح مناطق قصيرة، أكيد يبدأوا بالاحتلال، أنه نجتاح مناطق مش بعيدة قريبة، ومن ثم يبدأون الاجتياح كما حصل في عام 1982 ووصلوا إلى بيروت. ولكن خسئوا، لن يطأوا الأرض. هذه ثالث مواجهة منذ أن أعلنوا أنهم سيدخلون إلى لبنان في البر، هذه ثالث مواجهة تعجز إسرائيل عن أن تتخطى الخط الأزرق الذي رسم بعد 2006، بعد العام 2000. طيب سيد حسين، ما هو مصير العملية البرية وما تأثير على سلوك العدو؟ مصير العملية البرية يحددها الميدان، وبتقديري أن هذه العملية ستفشل كما فشلت سابقا،
وستدفع إسرائيل ثمنا عاليا. طيب بالعودة إليك مرة أخرى أستاذ كحلاوي، يعني كيف تفاعلتم مع كيف قرأتم التفاعل الشعبي الذي حدث هنا في العراق وكذلك حتى في سوريا وفي فلسطين وفي لبنان وفي اليمن حول ما حصل من رد أثلج القلوب حقيقة؟ مسألة طبيعية جدا، العواطف الجياشة التي موجودة عند المواطن العربي الشريف النبيل الذي يشعر أنه مغبون ودائما حقوقه مهدورة ولم يكن هناك من يدافع عنه، ووجدوا أن هذه الضربات التي توجع وجعلت من المقاومة الإسلامية لها شأن كبير في المنطقة وفي العالم، وهي تتصدى لأعتى هجمة بربرية في العالم في الوقت الحاضر في المنطقة. لذلك نجد أن كل أبناء الوطن العربي الشرفاء وخاصة أبنائنا في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وفي اليمن، وأنت رأيت اليمن كيف خرجوا وقالوا اسمحوا لنا لندخل، يريدوا أن يدخلوا بهذه الملايين، وهذه مشاعر يعني تجعل منك أنه ترفع رأسك وتشعر أنه هناك من يقف وقفة رجل واحد ومساند ومساعد لإخوانه في لبنان وفي فلسطين لكي يكسروا شوكة هذا السرطان الذي زرع في المنطقة العربية وأرادوا به أن يكون هو المتسيد. إذن أنت رأيت العراقيون كيف فعلوا، ماذا قاموا، حتى الولائم أقاموها وخرجوا إلى الشوارع فرحين يشعرون أنهم تحقق شيء كبير مما كانوا يأملوا، وهو أنه الضربة تحققت والانتصار قادم، وإن شاء الله سوف يكون الموقف يعني العراقي والسوري واليمني واللبناني يكون ثابتا ورصين والكل متعاونين ومتفاهمين. وأنا في اعتقادي أن الكل لا يعملون كل بجانبه، أنا أعتقد أن المقاومة تعمل كلها بغرفة عمليات واحدة والاتفاق واحد، وكلهم متفقون على أن يكونوا يد واحدة في أي لحظة في أي وقت، الكل يساند الآخر. وعليه نجد أن هناك ضربات حتى من العراق التي كانت مؤثرة وفعالة، ومن اليمن ثلاث ضربات فجر اليوم كانت من لبنان القوى الإسلامية في العراق بالضبط، لكن الضربات التي كان في العراق اليوم فيكتوريا وعين الأسد يعني لم تتبناها فصائل سيد الشهداء، قالوا نحن لم نضرب، لكن هناك من يعبث لأن هناك اتفاق بين العراق وأمريكا على أن تخرج القطاعات الأمريكية من العراق بدون أن يتعرض لها أحد. أنا أشكرك جداً، أشكرك جداً الدكتور محمد الكحلاوي الباحث في الشأن السياسي، وشكر موصول للأستاذ حسين سلامة من لبنان أيضاً باحث في الشأن السياسي، شكراً جزيلاً سيد حسين، وأيضاً الشكر كل الشكر للشيخ محمد رضا الساعدي، كان معنا عبر الهاتف من الأستاذ في الحوزة العلمية من النجف الأشرف. شكرا لكم مشاهدينا، تقدرون في تغطياتنا مستمرون.